من جديد يا مرحب فيكم، كيف حالكم؟ هلا والله، الله يحييكم. الله يسلمك. يا لسعادتي وشرف هذا البرنامج انكم تنورونا. تسلم والله. والله ما احنا اسعد بشخصيتك الثانيه. شخصيتي الثانيه ايه كويس، انا هنا خالد الطبيعي. ما اتوقع شخصيه ثانيه، لان احنا سمعنا خبر احنا جايين انك تقول في ضيفين ثقيلين. ثقيلين في قدرهما، ثقيلين في لها معنيين، يمكن يخاف يفهمونهم ثقيلين دم. اي لها معنيين، والثانيه اقرب. هي في معنى إيجابي ومعنى أقصد الأولى، أقصد لخبطت بالترتيب، بس في معنى إيجابي ومعنى سلبي. أنت وش أخذت؟ أنت تميل للسلبي دائما. أنا دائما أنا؟ إيجابي. إيه؟ خالد الطبيعي والله جد، أنا دائما إيجابي فأخذتها بالإيجابية. بعدين الناس تأخذ الانطباعات من حيث تفكر هي وليس من حيث يفكر آخرون. يعني هو شوف، لأنه إيجابي توقعها إيجابي، وأنت لأنك سلبي توقعتها سلبية. شفت يا مازن؟ لا أنا نظرت للقائل. كيف؟ أنا نظرت للقائل. أنا هي محمل الإيجابي، يعني محمل إيجابي. تسلم والله، والله أنت، والله أنت الثقيل. والله إنكم ثقيلين في 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 برنامجكم. قرار فصل وحضوركم مميز صراحة. أنا ودي صراحة يعني الجمهور يكتب معي في هاشتاج ما سلك أي أسئلة يبغون يوجهونها لإبراهيم ومازن، وكذلك إذا في مثلا رأي معين أو توصية معينة أو اقتراح معين سنسعد به إن شاء الله. أكيد حتكون صدوركم راحبة، صح؟ بإذن الله أبد يأخذ الراحة. الله يحييكم. أول شيء بسمع يعني عن تجربتكم في البرنامج شخصياً. تفضل يا مازن. تجربة جميلة جداً 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 جداً. ولكن لا، ما في لكن، أنا أعتبرها جميلة رغم الضغوط اللي حصلت، لكن الضغوط هذه يمكن تصنع منا شيء، يمكن اللي خرج هذا خرج بسبب الضغوط. تحدي، أنا أعتبرها تحدي. لو مكان آخر غير هذا البرنامج صح أقول ولكن، لكن الضغوط هذه تحدينا أنفسنا رغم الضغوط هذه وطلعنا باللي طلعنا فيه. هذا شيء جميل. طب عادي أسألك سؤال، يعني أنا بس أساس ندخل يعني في حوار عميق شوي. أنت تقول ضغوط، أنا قاعد أشوفك الحين في الشاشة ما أدري وش الضغوط. وش الضغوط يعني؟ يعني قاعد أول مرة أطلع قدام الكاميرا. أنا أول مرة أطلع قدام الكاميرا. طيب يعني ضغط مواجهة الكاميرا، واحد مواجهة الكاميرا، اثنين أستاذ محمد الشمراني حار علينا، ضاغطنا. لو أنا ما عندي انسجام مع الضغط اللي سواه علينا ممكن ما نطلع بهذا. وأنا شفت ناس عندهم شيء بس صار في حاجز بالأسف. أنا استطعت أني أتجاوز الحاجز وتفاجأت أني تجاوزته، وتفاجأت أن محمد الضبعان، إبراهيم الضبعان جميل انطلاقة معي، أعطاني الروح الحضور في المشهد. يعني على كلامك هذا أنا كنت أشوف في الهاشتاج، يعني أحياناً التجربة تساعدك بالقائد اللي معك، وأحياناً تفشل صح لأن القائد مثلاً ما ساعدك أو كذا. أنا أشوف شكاوى كثير صراحة على فريقكم من حيث القائد، ويمكن تطرقنا هذا الشيء في فقرة الوكيل. لكن يعني صراحة اللي هو القائد مين قصدك؟ قائد طويق. أنا همه، أنا أتكلم عن فريق الضبعان. أيه. يعني تكلمت مثلا عن شمراني، لكن يعني أحيانا برضو يعني نأخذها بمنظور ثاني، أنه بعض الأحيان تصير القائد لما يكون إيجابي يساعدك أنك أصلا تطلع، أحيانا العكس كذلك. صح. وهذه نشوفها إحنا يعني بشكل واضح، ويشوفها الجمهور خلال ما أرى من التعليقات على الأقل، أنه فعلا يشوف أحدهما إيجابي وأحدهما سلبي، فبالتالي يعني قد يكون في شيء كذا مثلا تخبص. يعني عموما بسمع منك إبراهيم تجربتي عن البرنامج. أي وارفع صوتك عشان السمع شوي لك عليه. كيف؟ يعني ارفع صوتك. أبشر. البرنامج جدا جميل، أضاف لي إضافة جدا كبيرة، وأنا دائما أقول للشباب، أقول قناة ماسل قناة المجد لهم فضل بعد الله كبير علي، وما راح انساهم مهما بلغت من مكانه ومنصبه. اللي تبيه المجد مني وماسه انا خدامهم على الشيء اللي سووا لي. انا طلعت جيت من قريه ما ادري ايش السالفه، يعني اول اسبوع اسبوعين ما ادري ايش اسوي في البرنامج مع طاقم البرنامج مع اخويانا مع زملائنا، وفيه اخوي مازن يمكن ما يدري له فضل كبير بعد الله علي انا، علشان عندك موجود الحين كاول مشهد طلعت فيه، كنت قالوا ناقص العدد وطلعت. بعد ما طلعت كلهم قالوا فاشل مشهد كذا اول مره اطلع. يقولون عن مشهد فاشل ولا عنك؟ عني انا فاشل اللي هم معك في البرنامج.
إيه فمازن شجعني قال عندك شيء كثير ما حد انتبه له يمكن عنده شيء يمثل بالمسرح هذا شيء ما قلته لمازن يعني ما قلته له الآن بعده بديت بالصعيد أتوقع مثل التمثيل الصعيدي فرأي الجمهور ورأي مازن وأخويانا قالوا ما شاء الله يعني أنا أول مرة أمثل ما قد مثلت قبل طلعت بالسوري قالوا أنت لك عرق سوري قلت لا والله بس قاعد أتابع مقاطع وأقلد بس جميل فما أدري عادي مسلسلات قبل مو دخوليات قبل يسميهن سكشات وهذه أنا دائما أعتذر عنها دائما تعتذر عن إيش؟ أعتذر لأن أستاذ محمد الشمراني يقول لازم تجون العصر أنا طبعا ممكن عندي ظروف ما حد يعلم عنها بهذا البرنامج ما أقدر أجي إلا من بعد الساعة 6 يعني ظروف خارجة على الإرادة في موعد معين اللي هو من 5 إلى 6 أنا أكون متواجد بمكان ما يمنعني من الحضور فأغلب الأحيان ما أطلع بالدخوليات بسبب الشغلة هذه وأستاذ محمد الشمراني يبي الفقرة تطلع بشكل حلو فيقول وما لازم تطلع بشكل حلو لا الحمد لله تطلع المشهد الصعيدي والسوري من أقوى المشاهد الصعيدي ترى أجل أسبوعين أجل في الفترة اللي غابوا فيها القادة اللي الجمهور ما يعرف شيء قال وينهم غايبين وعرفنا أنه ما عندهم شيء ترى أجل هذا المشهد كان دخولية الأحد والشمراني مو فيه لكن كان حق المكياج أو ما يسمونه تأخر على ارتبط موعد آخر فأجلناه قلنا بندخل يصير دخولية الثلاثاء تواصلنا مع الإدارة من الكنترول الشباب قالوا لا لازم الشمراني يكون موجود قلنا أفضل لنا يكون دخولية أيضا فتأجل عشان كذا استوعبناها أكثر وتعمدنا أن يكون الضبعان معنا أنا وفلاح ونجح مشهد الصعيد نجح قوي صحيح أنا صراحة شفت تعليقات إيجابية كثير جدا على المشهد طبعا هذا يمكن مشاهد الجميلة وفي مشاهد أيضا يعني تصير في ناقصة شيء ولا كذا ولكل مشهد يعني حكايته وقصته بس أنا بسألك إبراهيم أنت لما دخلت البرنامج على أنك يعني في مجال الشعر أو كذا صح؟ إيه ثم عد يعني صار في اختلاف معين ليش؟ يعني هالشيء ممكن يكون صح عادي بس يعني هل حدث شيء مثلا صار غير التوجه مثلا أو أنك والله ما شفت اهتمام من الجمهور في الجانب الفلاني فقلت الجانب الفلاني هو أكثر رغبة من الجمهور أو إيش بالضبط؟ دائما الشعر الحديث هذا أنا شيء يعني ضعيف المفردات عندي بالشعر الحديث ولست شاعر يعني كبير عشان فأنا دائما الطرق القديم ما يعجب المشاهد فبحاول إن شاء الله أطور من نفسي وأتوجه للطرق الحديث اللي يواكب العصر هذا فدائما أكثر كلماتي بالشعر ما مفهومة فدخلت كشاعر ولقيت نفسي كممثل ولا والله صدق هذا اللي نقوله متى يعني متى لقيت نفسك كممثل يعني متى لقاني مازن وفلاح صاقل للمواهب يعني وفلاح بعد والله جد فلاح السويلم بعد الله يجزاه خير ما قصر هم اللي حمسوني وطلعوني في فقرات يكلموني تعال معنا ارفض مرات شيء اسبوعي ارفض مرات بسبب اني اجي بدري لان ابو عبد المحسن يقول لازم تجون بدري فما اقدر اجي انا بدري يعني طيب جميل انا عندي تغريدات ودي استعرضها عليكم تقرونها وتجاوبون عليها يلا بس احس ابراهيم احسك نعسان او ما قمت لا والله انا اشوف هذه عندي ضربه هنا سلامتك بس قصدي انا اسلوبك مو بوجهك يعني ها ما كذا يعني صوتك بارد تتكلم كذا اول مره اطلع بلقاء شيء طبيعي لا وش دعوه انت الحين خلاص يعني كم حلقه وصلت حلقه 40 اطلع الرياليتي مو مقابله نفسها ترى احنا عفويه ترى خذ راحتك عادي تجي مكاني واجي مكانك والله جد لا خذ راحتك تبي نجلس على هذه موترتنا خلنا نزلها شيل ابدعها بس يعني لا تبدعني ابدع الكوب يعني طيب تفضل يا مازن تسلم ترى احنا عادي عفويه يعني اذا ايه خذ راحتك يعني خذ راحتك زي يا ابراهيم مازن انت متوتر لا والله والله جد لا الحمد لله طب وراه ابراهيم متوتر خذ راحتك زي تحس انك يعني قابر كذا انا علمك ليش انا علمك ليش انا بالعربي لهجتي شماليه وما بيطلع يعني زين اللهجه احنا ندورها ادوار والله انا قاعد اتكلم عن نفسي ادور ادوار كلمه قبل لا اقول عشان كذا تلقاني متحرس لا يا اخي انا لو اطالبك الان انك تتكلم بلهجتك احمدي والله العظيم ان هذا يعني ما ادري شو بس شيء جميل ترى والله اني صادق اي والله الله يسعدك فانا اتكلم عن نفسي اتوقع كثير من الجمهور تكلم بعفويتك اصلا شفت ترى
يعني هذه بشكل عام مو على موضوع لهجات او كذا، الناس تحب تشوفك على عفويتك، على يعني لا تتصنع او لا توقف، هذا الشيء اصلا قاعد في عقلك اللاواعي قاعد يوقف كل شوي، لا يمكن تطلع مني كلمه. أيوة هذا اللي صاير. لا صح لا صح. طيب اطلع على عفويتك، واللي مو متقبل كلام على عفويتك فهو ليس من جمهورك مثلا او ليس من متابعينك، فخلاص الشكر لله مع السلامه. تجاوز اشبعوا مني بالرياليتي على احاسي هذا اشبعوا تكفى. الشيء اللي احنا نقول تحرز فيه ما هو الكلام لكم، لبعض الناس اللي معاكم وصلوا لهم، ها اللي يلعن ويسب الله يهدي، هذا اللي تحرز فيه يعني. لكن كلامك لهجتك والله انها يا زينه يعني الكلام هذا انفرض فيه خصم، وانتم مصحونهم على الهواء، ترى اللي يقول كلام على الغلط على الهواء صحوا الغلط على الهواء. احسنت جد والله، يعني الغلط اليوم اللي يصير على الهواء من ايا كان صحوا الغلط هذا على الهواء. ترى تجيني ملاحظات يعني والله بالكيلو والله، بس انا عجزت فيكم صراحه. وانا قلت اليوم للاعداد شيء، تدري ايش قلت لهم؟ قلت والله العظيم لو اني معد في هالبرنامج، مو بمنتج ولا مدير قناه ولا كذا، والله ما يقعد دقيقه واحده هذا اللي قاعد يسب يا اخي. هذا اللي ما عنده مثلا قيمه ولا قاعد يخطئ الخطا مره بتمشي، مرتين يمشي، انا اشوف بعد الثلاث خلاص والله ما عاد له مكان عندنا صراحه. 10 سبيعين يعني المفروض نتعودنا على هذا المكان. فهذه الرساله وصلوها يعني. صحيح احنا ما ندقق ولا لا لا دققوا في الامور ذي، دققوا عشان ما ننبه المشاهد، المشاهد يكون فيه صغير سن. لا والله المشاهد ينتبه زين مني ومنك يا ابراهيم. بعض الصغار ما ينتبه، احنا ما نبي الصغار. هو يقصد يعني انت انتبه 80% 20% ما انتبه. بس انك ليش لفت انتباه ال 20% هذول؟ ال 20% اللي انتبه صحح الخطا قدامه عادي، ما حد معصوم من الخطا. واللي اليوم قاعد يخطئ كثير خليه يتوكل على الله، يترك البرنامج ويمشي، والله ليس مكانه هذا البرنامج وليس مكان هذه القناه ابدا. يروح يفتح له بث تيك توك الله يقوي ان شاء الله، ويجي اسود وكذا، يجي اسد. ايش فيكم تضحكوا؟ طيب عادي حد ضحكتكم جامده. لا انا قاعد اقرا التغريدات يا مازن. ها؟ اقرا التغريدات. اقرا التغريدات عطب يعني بتطلع الان. قل شبيك لبيك. شبيك لبيك، تغريداتنا بين يديك. تفضل. ريحان المجد، لو سمحتوا حصه تختبرون الثقافه الانجليزي. حتى هي كتبتها غلط. ايه طيب. للمتسابقين ابغى اضحك. شكلكم انتم ما يعني ما ضحكت بالعربي، تبي تضحك بالانجليزي. لا نضحك عليكم بالعربي والله. طيب كيف نضحك منكم مو عليكم؟ اه منكم صح، هي تبي تضحك عليكم بشكلها طبعا. لا ايه. طيب وصلوا هذا المقترح، كيف شفتوا فقره ياسر؟ فقره ياسر افضل بكثير من اول. ياسر؟ لا فقره ياسر مو بياسر، فقره الحصه الاولى. ايوه ايش فيكم؟ وش فيها؟ زينة حلوة زينة مو عجبتكم؟ أفضل من المدرس اللي كان قبل. من هو؟ الشخصية اللي كان هو متقمصها أول. آه إيه صح صح يعني. لا أنت جيت صح. لا لا شخصية ياسر الأولى غطيت يعني، جزاك الله خير. إيه شخصية ياسر الأولى قصدي، ما على المحسن سبيل. الحين يوم صار مقدم جاد يعني شفته صارت أفضل. لا أفضل أفضل شخصيته في تكلف هذاك اول. اي والجمهور لاحظ، اظن الجمهور صح هو السبب صح في تغيير الشخصيه. صحيح والوكيل برضه لما منع هذه الشخصيه وطردها. تذكرون الوكيل؟ اي صح اي والله الوكيل تسبب في البرنامج تسببها الوكيل. ناسين ما ندري ايش عشان البارح، شكلكم ناسين. اي لا لا تنشد عن عشاء البارح ناسي. افضل وكيل مر علينا والله اني ما ادري والله. شوف افضل وكيل مر علينا ولا قصور فيك يعني، استاذ عبيد. عبيد؟ إيه؟ من عبيد؟ عبيد 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 ما صار وكيل الا وتخيل لنفسه انه وكيل ولا هو والله ما ينحط. الله فقره جميله. بعدين تدخل عنده استغل كبوه الجواد يعطيك تميس استغل صفرتي. طيب اللي بعدها يا ابراهيم اقراها حرك يلا. اتمنى هالاسبوع يفوز طويق، لانه لو يخسر خلاص يقفلون البرنامج ما عاد بقى احد. والله انها صادقه تزعل ترضى والله انها صادقه صح ولا لا؟ صحيح. انتم بحدنا الادنى الخمسه اصلا الحين. تبي اقول لك شيء؟ فريق البرنامج منكم معكم مو بعرف شو اسوي، لا معكم انتم يا فريق ولا مع قائدكم، والله صدق. لا بس شفت الاسباب هذا اي في اسباب يعني، اسباب تخلينا ما عطني السبب اللي يقنعني مو بالسؤال. ما اقدر والله ما اقدر اقول لك ليش؟ ليش ما تقدر تقول؟ ترى احنا برنامج ثاني. ما اقدر انا اقول السبب، ولكن في سبب يخلينا. طبعا هو واضح احنا عارفينه، بس انه متحجين انتم تقولون انه القائد. طيب اسلم. الحاجه الثانيه السبب الثاني بس لو همه يخلونا من المعارضات كويس. هذا السبب الاول اللي انا قلته. السبب الثاني ايش؟ الاعتراضات هذه حقت همه. اعترضوا زيهم. ما نعترض يعني. انا اقول لك مسامحينكم احنا داخلين. عرفت سالفه الوهمي؟ اي بعيدونها الحين، ما عندكم غيرها؟ لا شوف احنا نقدر نعترض في امور واجد نعترض عليها، بس نخلينا لان نطلع مع الرجال بعد شوي يتقهون وياه، نطلع من البرنامج نتعلل نسهر الفجر. مازن مرجله ما لها علاقه، هذا منافسه هنا.
حوب النهاية البرنامج بينتهي تبقى الصداقة. وإذا خسرت عز الله أخو والله، حتى إذا خسرت بتبقى، حتى إذا فزت بتبقى العلاقة. لا بعض العلاقات اللي بيزعل يزعل والله، بعض العلاقات ما تبقى كيفة. شوف إذا فزنا الأسبوع هذا على طويق وأتوقع أنه بنفوز، حتى أنا في مجال ما راح ينتهي البرنامج أنهم يكونون خمسة، أن الشمران يدخل معهم. لازم الشمران يدخل معهم، لازم يشوف إيش عنده ويعيش معهم الرياليتي ويعيش معهم. زي مين؟ الشمران يقول قائدهم إذا طلع. لا لا زي مين يعني؟ أنت تقول لو يصير زي لو طلع واحد من طويق بيصيرون أربعة، يدخل الشمراني يخسروا، نبي نشوف يصير يطلع اثنين في نبي يطلع معنا، نبي يطلع معنا في ميراث يطلع معنا. طيب التغريده اللي بعدها كومبليت، تفضل يا محبه المجد. والله فريق همه نسخه طبق الاصل من فريق الشعله، يا كثر اعتراضاتهم اللي ما تخلص على كل صغيره وكبيره يعترضون. ما اظن والله صادقه، انا اقول لك من اللي يعترض يا حرام تحزنوا ما تسوون. بس فقرة ياسر اللي اعترضنا بس فيها كلام كثير ترى، طلع لي دمعت حتى الجمهور اعترض يا شيخ. والله الجمهور اعترض، والله انكم اكثر من يعترض على وجه الارض. من اللي يعترض هذا البرنامج؟ انا اعترضت الاسبوع هذا بس، بس هذا واحد هذا اللي انت تذكره بس. وفريقك ما اذكر اعترض. عندنا قائد، عندنا قائد بطل ونعم، ما قلنا شيء في القائد ما له علاقة، أنا قاعد أتكلم عن الاعتراضات. إذا كان في شيء يستحق بدون ما نتكلم حنا نجده قد رفع الأمر إلى الإدارة والكنترول وتفهم معهم على هذه النقطة، إن كانت إيجاب جتنا، إن كانت سلب الحمد لله قبلنا. حلو. لا أنا خالف والله. طيب وانت شو رأيك في هذه التغريدة؟ تتفق معها؟ أنا قلت لك قبل أقرأ والله. سبحان الله. هم حطوها لك أصلاً. هم حطوها. بعد أستاذ خالد. هم زيك أنت أثرت عليهم. أحب أشكر أستاذ وليد بصالح. يستاهل. وقف معي وقفة. مع أنك ما أنت بفريقة، ما أنا بفريقه ولكن وقف معي وقفة ما نسأله. هذا قائد حقيقي. والله العظيم إني ما نسأله، الله يجزاه خير. استاهل والله. طيب تفضل إبراهيم. ممكن تستضيف مازن في وقرتك وتكلم بشكل مفصل عن كيف تعلم الخط. حلو. ممكن أنا ممكن أنتم ممكن. الحين استضفناك تفضل. جاوب. لا هذا لا. تستضيف مازن في فقرتك وتكلم، يبغون مازن الحالة. يعني ابراهيم يعني نطرده؟ اطلع. لا لا كذا فهمتها. هذه فقره ابراهيم اليوم. طيب سوي فقره في البرنامج، انت سوي فقره صح على الخط. خلاص باذن الله. رايك بالفكره؟ تم. خلاص عشان ما ابغى اخذ اجابه منك الحين عشان ما احرق عليك، بس وعد باذن الله. اذا ما فزنا عليهم والغوا البرنامج لانهم صاروا اربعه. والله شوف انا اتفقت انا واخوياي ان الاسبوع هذا ان نفوز، يا ذهب اصفر يا دم احمر. يعني من اول ما متفقين. اي ما هذا فعلا هذا انا تمام. لا تدقق على كل شيء. طيب اقرا التغريده هذه. ميف قسم توني امس اقول ليت فلاح يقدم فقره واليوم سواها بفكره متجدده ورهيبه. عز الله يعزه فقرته. طيب انا ما اتكلم عن فلاح بس ابغى اتكلم عن انتم كذا في البرنامج، احس انكم كثير تترددون بالفقرات ليه؟ يعني لما تسوون شيء معليش ببدا قبل مازن هالمره. اوكي ايه ببدا قبل ايه مازن هالمره، انا احترمه اكبر مني وشايف. تسلم وافي معك. اللي ما يخليه نقدم فقراته الصدق الصدق، كل ما تجي تبي فقره الا تلقى حاجزين قدامك ثلاثة اربع. الثلاثة اربع هذول اللي ما يقدمون فقراتهم وش السبب؟ ما ادري. ما يقدمون يحجزون ما يقدمون. اسال وش اللي وش السبب؟ اذكر لي اسماء. واحد مازن اولها. مازن يحجز عنده فقرات للي، وفي فقره من ثلاث اسابيع. لا يقصد عندي فقره بس باقي ما حجزت، انا كل ما جيت لقيت لقيت زحمه قدامي. زحمه تسال اول واحد اللي عليه الدور يقول والله يقولوا لي بكره ما عاد ما ادري انا يا اخي ما ادري. بس استاذ عادل مطيري يقول تبون فقره بنفس اليوم كلمني بس. يعني استاذ عادل مره متحمس معنا على الفقرات يعني ما يقصر، ولكن اخويانا ما ادري وش اللي يخليهم يجلسون احنا ماسكين سرق. طيب ما دام انه متحمس معكم ايه ليش ما تروح على الكشف؟ يا اخي شوف احنا بدينا البرنامج الكنترول كان مره متعاون بشكل كبير، ولكن انا زي ما تقول انا وابراهيم يمكن ما اكتشفنا انفسنا في قضيه التمثيل، او انا بالنسبه لي ما تجرأت لان كنت انا على مسرح وكنت زي ما قلت لك في حاجز الكاميرا الا بعد فتره، لكن صار فيه تاخر. فلان عندنا فقره مشهد قالوا كلموا فلان، فلان يقول كلم فلان، فلان يقول كلم فلان، تتاجل الاسبوع اللي بعده.
بظروف ما أو بسبب التأجيل. في البداية كانوا فيه يعني من ضمنهم في مسلسل في الكنترول في مسلسل مسوينه أو فيلم قصير اللي هو جميع اللوكيشنات يكونون باثنين ثلاثة متفقين على الحوار والسيناريو وكل شيء. هذا قبل 4 أسابيع صح؟ الله الله. طيب أنا بعطيكم يعني شيء أو خذوه مني، وهذه دعوة للإعداد. في قرار فصل طبعاً نتكلم علي عيدروس وعادل مطيري كلهم اثنينهم أعطوهم فقط 24 ساعة قبل تنفيذ الشيء اللي تبونه. والله ما يقصر علي عيدروس بعد السنة. والله ما يقصر. نعم. علي عيدروس مرة متعاون معنا بعد. طيب يلا. لكن هاللي ماسكين السر ما أدري متى يخلصون خويانا. عندهم الحين فقرات ليه بكرة كل يوم باكر، وليه ما تقدم فقرتك باكر؟ إحنا عندنا حاجزين فقرات ما أدري وش اللي يخليهم يقدمونها. فحنا احترام للدور والسرة ما نبي نخرب. طيب اوكي. اللي طبعا اللي يبغى، انا دائما اقول شيء، اللي يبغى شيء يعني لازم يصير يسعى وراه حتى يتنفذ. طيب هذه انا بقراها. خير اللي زعلني من مناقرات القادة، ترى انا اسعد وقت عندي يوم يتهاوش، وحتى لو وقت اتصالات واسئلة عادي. هذه واضح تحب الهواش. تأثر عليكم ما لا أتوقع يعني ما تطلع لمن واحد وأنتم تعرفونه يعني الثاني ما تكلمنا إحنا عن أي القادة هبت. هي أتوقع ترد على الجمهور اللي متضايقين. إيه داري أنا بس أبغى أسمع رأيكم. أنا أتكلم عنكم، أنتم تتأثرون بنقراتهم كذا ولا؟ أنا تحتلها وسألت مرة استاذ. هذا جد ولا استهبال؟ لا جد والله. إيه أقول لك أنت سألت هذا جد ولا استهبال؟ إيه سألت جد والله. سألت الأستاذ محمد شمراني ولد بصالح. اللي يصير تحت الكاميرا صادقين انتم ولا لا تمثيل؟ ايوه اي تمثيل. فما شاء الله مبدعين بالشغلان. حلو. طيب اللي بعده اوكي. وش الابداع يا مازن؟ تعبتوا من بعدك ما ادري ايش تقصد. ليش؟ عشان بس الابداعات قليله لسه. الفوز هم حتى القمه. طيب اللي بعدها عمر شوي تصفق نفسه. طيب اعطوني كم اتصال، بس ابغى اتصالات هذه تكون يعني لقرار فصل، اما اذا مو قرار فصل خلوها بعد الفاصل. طيب بسألك يعني في ناس يقولون إنه برنامجكم ما يوصل ترند إلا دخلت بعضها فقرات من المقدمين المعروفين في البرنامج. خلونا ناخذ راحتنا وابشر. شوف أنا بقول لك شيء. أنا عندي كيف يعني تحت 100 خطة. طب قلها وضحها. وش قل عادي ترى. ترى شوف مسألك لك كل الحرية أن تنتقد من ترى إيه نأخذ فقرتنا يعني ما نكون مرتبطين بشيء معين أو نقدم شيء. أنا بفجرها. احنا موقعين في العقد اننا نتحمل المسؤوليه في كل شيء، اي كلمه تطلع منا في اي جانب. ومع هذا يجي يسب ويلعن واحد. لا ما عليه، انا ما اتكلم عن هذا. ف انا عندي موهبه، ما خليني ما اقول موهبه، انا عندي اخراج، عندي سيناريو، كتبت مشهدين. ليه ما اجرب نفسي في الاخراج؟ ليه اجد ضغوطات واجد لا احنا اللي نسوي كل شيء؟ تحت البند هذا انا اقدر اقول انا لازم احترم. ما استوعبتك صراحه. يعني يعني انا ما بتكلم عن قضيه يعني التمثيل. لا لا اي شيء اي شيء يعني. لا نتكلم عن قضيه التمثيل. طيب التمثيل اخراج وسيناريو وتمثيل. طيب مثلا ايه يلقون الحمل كله ان عند الشمراني، عشان كذا تاجل الاسبوع اللي كان غايبين فيه بسبب ان الشمراني مو موجود. وش علاقه الشمراني بفريقك انت؟ ايش دخلك في الشمراني؟ فقرات كل ما جينا فقره تمثيل قال عند الشمراني. عند الشمراني بعض الاحيان النص يختلف عندنا. يتغير المشهد كامل، محضرين مثلا سوينا بروفات نجي يختلف علينا النص. ليش؟ وش علاقته؟ يعدل. اقصد وش علاقته؟ في شيء في البرنامج انا ما اعرفه. هم حاطينه اذا بغينا تمثيل قال روح الشمراني، الشمراني يقول تعالوا المغرب. بعض الاحيان الشمراني يحط شروط تخلي المتسابق اللي عنده موهبه او عنده شيء. انا والله اول مره اعرف انه في لازم ترجعون. يعني انا ممكن كنت مقتنع ان تروح لقائدك مثلا قائد الفريق، بس انا فقره غريبه انا بسجلها. فقره التمثيل كلها ماسكه محمد الشمراني. انا فقره الجاحظ ما لها علاقه صراحه جميع الفريق. فقره الجاحظ كنا مستعدين لها استعداد كامل انا وفلاح ومروان، وبصراحه كانت من الفقرات الجميله. مشهد بعد مسابقه هذه، وان شاء الله هذه بتستمر باذن الله وبترجع. طيب انا اشوف هذه صح فعلا فيها مشكله. طيب الترند الترند قال لك ناخذ راحتنا عشان نطلع ترند. وش تسوي؟ نسوي الفقرات هذه. يعني الفقرات هي توصلكم ترند. هي المشكله. انا اعلمك وش تفكير استاذ محمد الشمراني. تفكير استاذ محمد الشمراني
ان الفقره هو ماسكن خلاص، اي خطا يصير اي فشل يصير ما راح يصير على الـ 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 هذا كان نفس الممثلين طبعا. على محمد الشمراني هذا 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 الحمل اللي محمد هذا الحمل اللي قاعد يشيله استاذ محمد عبد الشمراني، بس انا خطا انا رايي اي صح. انا شوف بعد يعني زي دور الصعيدي، انا الدور الصعيدي يمكن مازن يدري، انا الدور الصعيدي استبعدوني منه لاني جيت متاخر ما سويت بروفه، فسويت مثلت بدون اي بروفه يعني نقص العدد وانجبروا انه ادخل لاني انا ما جيت مثلت البروفه معهم. غريب والله. طيب انا بقرا بعض التغريدات. اي شخص اذا مو مستعد يكون قائد في البرنامج ويلتزم فيه تماما ويوقف معهم كل شيء لا يقبل من الاساس. هذه تغريده. التغريده الثانيه اروى تقول الترند اكبر دليل على قوه البرنامج من ضعفه. ام عمر تقول يا مازن ما هو عذر كل شيء حاطينه على الشمراني، اجا وين قائدكم؟ وضح طبعا وضحت انت شغل التمثيل، بس يمكن تقصد انه غير التمثيل. طيب لا يعني غير التمثيل ما محصول على التمثيل. لا 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 بعد قدمت فقرات، انا قدمت فقرات كثير فقرات. ترى مو لازم فقرات، يعني قد يكون فعلا جمعتكم لمتكم سوالفكم على بعض فعلا سولفتوا بشيء حلو جميل. يا سلام عليك. اذا ما في موضوع انا شوف، اذا ما في موضوع ما في موضوع نتكلم فيه. طب ليش ما تسمعون؟ ولا هذه بعد قايل لكم شمراني؟ لا 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 الحين نتكلم عن الفقرات. احنا جايين عندنا الحين تمثيل حلو. التمثيل هذا انا اقدر امثل ثلاث مشاهد في الاسبوع. ايوه اقدر امثل ثلاث مشاهد في الاسبوع، لكن في طبعا شوف انا بعطيك شيء مازن، انه اوكي يمكن التمثيل اليوم نتفق انه قاعد يسوي شيء مثلا ايجابي في البرنامج، بس ترى ما هو هو شيء الوحيد، هو واحد من 100 في فقرات وعندك 99 باقي. شوف اللي بعدها فقرات. اللي بعدها خاصه اذا كان جلسات رياليتي تواجه صعوبات مثلا مع احد جلسات رياليتي مع تجاوز يا اخي لا ابو التمثيل راح اللي بعده جلسات رياليتي جلسات رياليتي جلسه فلان جلسه علان جلسه فهد حلوه مثلا من الجلسات اللي في جلسه رياليتي مع مازن يكون فيها حديث جميله وسوالف وقصص جميله، هذه دائما تضرب ترند، وجلسه فهد دائما تضرب ترند بالضبط. بس انا ما ابغى لو تكلمنا في انا فاهم على ابراهيم، لو تكلمنا في الجانب الديني بيسكتون يخلون المجال لي، انا ما احب استاثر المجلس، وزي ما قلت كلنا اللي بنطلع اللي في المجلس، فلو كان الموضوع عن كرم عن بخل هذا يشاركون معكم. اي سلام عليك. لا سوينا هذه وضرب ترند والله. لا لا تكلمنا تكلمنا المواضيع اللي نتكلم عنها، وانا صرت ما اجلس في الا نقول عندنا موضوع، بس بعض الاحيان يكون عند فلاح فقره يقول خلينا نقدم فقرتنا، مثل اللي المسابقه اللي سواها الشعبيه اللي واحد معطي ظهره واللي يعرف من برا، هذه مسابقه شعبيه في نفس الموقف. جميل. قرر في اقتراح ثاني بعد اللي ماسكين حسابات السوشيال ميديا، مفروض كل واحد قدم يعطونه لو دقيقه دقيقتين ينزلون له مقطع، هي يعني تنتهي الحلقه اربع ساعات تلقى المقطعين ثلاثه بس يعني منزلين. هو طبيعي لان قناه مشفره، هو طبيعي عشان مشفره، ولكن ما يمنع اني اقص مثلا من ابداع الشخص هذا دقيقه دقيقتين وانزل، وهذا دقيقه دقيقتين، هذا اقتراح مجرد اقتراح. طيب انا صراحه انتهى الوقت عندي وقاعدين يقولون اختم، بس ابى اشوف اذا في عندكم شيء مهم تبغون تقولونا في الاخير. تفضل. ابغى رساله كذا، نبغى ناخذ راحتنا في قضية الإخراج والسيناريو والمشاهد. أتفق معك، هذا ما نستغني عن الإرشادات محمد الشمراني، وقفتك في المسرح، التفاتاتك، رياكشنات وجهك، هذه ما نستغني عنها. أستاذ محمد الشمراني ممكن ما حد يدري اللي خلف الشاشات، الرجال عنده ضغوط وعنده أشغال يعني يمكن تمنع من بعض الأمور، فلازم نقدر ما وقفه من ناحية فريق طويق وجماهير طويق، أنا ما أتكلم عن الفقرات. ما قصر معنا بيض الله وجهه، ولكن عاد ما ننسى فضله مهما يكون، لو مرات أكيد يضغطنا أكيد لصالحنا عشان يصنع مننا أشخاص، ولا ننكر فضله علينا. جميل، يستاهلوا والله كل الشكر صراحة أستاذ وليد والأستاذ محمد، يعطيهم العافية. الشكر أيضا لكم ولإطلالتكم الجميلة صراحة، من المتسابقين المميزين في قرار فصل. تسلم. وإحنا دائما نسولف هالسوالف، هذه اللي نطور فيها يعني في ماسلك، إحنا دائما نحاول نطور كل شيء نقدر عليه في شاشة ماسة، واليوم يعني نسبة كبيرة من وقت البث هي لبرنامج قرار فصل، ولذلك يعني تحملوا المشاهدين لما يعطيكم ويبغونكم أو الآخر، لأنه قريب جدا من هذا البرنامج ويرغب إنه فعلا يشوف الشيء اللي، وأنتم إن شاء الله أهل لها وقدها. وان شاء الله بنشوفكم باذن الله، ما ابغى اقول فايزين، كل واحد في فريق ما ادري مين يفوز، ان شاء الله تفوزون تعادل يعني 1-1 مثلا.
نعتذر. اللي يفوز بمازن عدي انا فايزين به. الله وانا كذلك استاهل ابو وانا كذلك ما فزتوا بالمسابقه بس انه بس حاجه واحده ما يفوز علي به البلاي ستيشن. اللي هو ايش؟ بلاي ستيشن.